ستة مفيدة. نعم. اعملي لي قهوة هاتيها على جو. حاضر. عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. يا بنت الحلاوة دي والله صرخ ولم عليك الناس. صرخي؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست جم. انت مجنونة. انت اللي اتجنيت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحب ايه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف. ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسره؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت. خرب بيتك على بيت حلاوتك. كنت فين يا اللي شك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانه. اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ بترد عليا كلمه بكلمتين يا بت. وعزه جلاله الله كنت هموت يا ست جبريه. وانا يعني جبل شغلي ليل ونهار. روح روح يا مقصه وسابي معاكي بعدين. امشي عدل يا بت. اهلا يا ديك البرابر. ابتدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى انا جاي اهو. كنت فين يا قمر؟ قمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك. والراجل اللي مستحلي روحه ده مالهش عازة. وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المرايا زي البنات، والنص التاني بتتصرمح في الشوارع. انا زي البنات يا حاجة؟ الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري. بأمرتي. طب ايه قولك ان العيله دي عن بكره ابيها لم تاتي برجل مثلي؟ ها ولا تلف الصدور علي؟ قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريح دماغك مني. اقولك ناديه مالها؟ شفتها طالعه فوق السطح؟ باين لها طالعه على الفراجات اللي فوق. تتكلم جد؟ وعزة وجلال الله جد. ابو هطين راح فين يما؟ يما اسكت مش حملك يما. وحشينا يا ناديه. طب بشوش عليها. ماشي يما. فوتك بعافيه يما. تعال هنا. فيها يا قمر انت؟ وحيه امك. انا هنغلط بقى. مفيدة. انت هتسيبني وتروح فين؟ هي سيبك دي. تعالى ذمتي. اه على ذمتك ولازم ابقى على ذمتك. طب مش وقته؟ لا وقته يا بنت. وانت تغيبي تغيبي وتجلبي، احنا كنا ماشيين حلوين وزي الفل. واخرتها؟ اخرتها عسل يا عسل. انت بالك احنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فريندلي الحياه هتبقى سكر. فريندي ايه يا اخوي؟ ايه هبقى فاهمك بعدين. يلا سلام. حسن. عيون حسن. طب بقول لك ايه؟ ما تشجدي لنا جوزين حمالك دي وظبطيهم، اصل انا عندي شغل كتير جوي النهارده وبرجع واجع. انا يا حسن. احنا ليلتنا بيضة النهارده. يا نهار اسود، انت عايز ست جبريه السوداء تعيش وتعمل لي فضيحه؟ مش فاضيه.
قاعده مع فوزيه بيفكروا ازاي يدمروا العالم. على مين اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوه نفس الوانه ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخره اللي احنا فيه ده ايه. انت بنت بايخه وبتعكني المزاج على فكره. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجوده؟ نتجوز. وماله؟ صح يا حسن؟ اه صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاكي بس انت بتكفليني. صح يا حسن. صح يا حسن. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم خايلة عليك العظيم. مش كده والنبي؟ انت بيه كبير، كان لازم تبقى بيه من البهوات اللي بنشوفهم في التلفزيون. حياتك لا يحصل. بقول لك ايه، انا كنت عايزه حاجه كده. قولي. عينيا. فلوس. انا ما بحبش الكلمه دي خالص، بتضايق منها. ليه؟ هو انا قلت حاجه عيب؟ عيب؟ يا ريت تطلبي حاجة عيب، ده أنا أحبك أكتر. أصل أنا يعني كنت عايزة أبعت دلال تجيب لي كم طقم كده من المركز. طقم؟ طقم إيه؟ لا مش لازم تعرف، لما أجيبهم هقول لك. حاجة يعني لزوم العيب؟ أبو العيب كله. طب لما نشوف. بس على الله يطلع أي كلام. تسلم يا حسن. وابقي خليكي في الغوامق. يا حسن! حسن! انت هتسمع كلام بنت كريمة؟ لازم اطمن بنفسي. اطمن بالتلفون. هكلمهم وانا في الطريق. انت مصدق؟ هي لقيت الحكاية الأولانية ما جابتش نتيجة، بتشوف طريقة تانية. وابقى عملت اللي علي. لو هو عيان صح كانت هي اللي اتكلمت وكانت عملتها ليلة، لكن خلت بنتها اللي تتكلم علشان تحنن قلبك وتروح على ملاوشك. جبرية حل عن نفوخي. هروح معاك. لا هروح معاك عاد. ادخل. صح اللي بيقوله حسن ده؟ عبد الله عيان في المستشفى؟ يا الله، جبرية حرمة منك ليه؟ أنا جاهزة، هاجي معاك يا عبد الحكيم. وأنا قلت لا. ما تعوجيش. لعبة لعبة بتلعبها بنت الكلاف. لو ايه بتخلي بنتها العايجة تكلم حسن عشان تفتح سكة وياه. قصدك ايه؟ مش فاهمة يا جبري. بتخلي بنتها تفتح سكة مع ولدي، ما يعرفها عبيط وبتهبل على اي واحدة يشوفها. خايب ولدي وانا حافظاه.